بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سنة مهجورة لا يعلمها كثير من الناس وعمل عظيم. الحديث له طرق كثيرة، حسنه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وأيضا الإمام حامد أبو حامد الغزالي رحمه الله. أن تقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة 7 مرات بعد أن يسلم الإمام من صلاة الجمعة. اسمعوا مناقب هذه السنة وهذا العمل العظيم، مناقب لا تحصى. طبعا سأقول لحضراتكم بعض المناقب، وليس يعني لن أستطيع أن أحصي كل المناقب لهذه السنة، وسأكتب لحضراتكم مجمل الأحاديث بالأسانيد. طبعا هذه يعني كثرة الأحاديث وكثرة الأئمة الذين نشروا هذا العمل في كتبهم تدل على صحة إن شاء الله هذه الأحاديث. عن حميد ابن زنجوي رحمه الله قال: من قرأ المعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا بعد أن يسلم الإمام من صلاة الجمعة قبل أن يثني رجليه، كان ضامنا هو وأهله، كان ضامنا هو وأهله وماله. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الجمعة إلى الجمعة، ويحفظ مالك ويحفظ مالك ويحفظ ولدك حفظ كامل. في رواية تانية عن أبو عبيد وابن الدريس، من قرأ، بس هنا بقى فيها في الرواية دي فيها من قرأ قل والله قل والله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، والحمد اللي هي الحمد لله، اللي هي سوره الفاتحه 7 7 7 حفظ من مجلسه الى مثله. يعني ربنا يحفظك من الجمعه للجمعه. الروايه الثالثه عن عبد الرحمن بن هوازن بن القشيري، من قرأ فاتحه الكتاب وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 7 7 7 غفر. شوف الروايه دي بتقول ايه: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. ده من أفضل الملاخ، خلي بالك، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخبطون الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الفتح: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ايه افضل من ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يعني الذنوب السالفه او الذنوب الاتيه تضمن الجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث ما فيهوش يعني لم يستثني الصغائر والكبائر، طبعا الا الكبائر المتعلقه بحقوق الادميين. ففي افضل من كده؟ ومش كده وبس، شوف بقى الاعظم: واعطي من الاجر بعدد من امن بالله ورسوله واليوم الاخر. انا نفسي لا اجد تفسير لهذه الجمله، يعني ايه اعطي من الاجر بعدد من امن بالله ورسوله واليوم الاخر؟ هل اجر السنه دي، اجر قراءه الاخلاص، ربنا سبحانه وتعالى يضرب له الاجر في عدد كل الناس اللي املت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، ولا ربنا يدي له ثوابهم كلهم؟ جمله يعني جمله عظيمه جدا، يعني مليارات مليارات الحسنات يعطيك الله سبحانه وتعالى من الاجر بعدد من امن بالله ورسوله ورسوله واليوم الاخر. طب ايه افضل من كده؟ فانا عايزك تحتسب الاجر ده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبه له عند الله. احتسب ان ربنا يغفر لك ما تقدم لك من ذنبك وما تاخر، وان يعطيك من الاجر بعدد من امن بالله ورسوله واليوم الاخر. فالاعمال والنيات، احتساب الاجر مهم قوي، تبقى عارف الاجر وتحتسب الاجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى. في روايه لابو حامد الغزالي قال: عصم من الجمعه الى الجمعه وكانت حرزه من الشيطان، تعصم من الفتن من الذنوب كل شيء. وايضا شوف بقى، ذكر ابن منتصر رحمه الله في فضائل الاعمال وفي اذكار الصباح، اذكار الصباح واذكار الصلوات: من واظب عليها يرزقه الله الهيبه في قلوب الرجال والنساء، يرزقه الله الهيبه في قلوب الهيبه والقبول في قلوب الرجال والنساء. شوف بقى لما ترزق الهيبه في قلوب الرجال والنساء. ايضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الله اكبر الله اكبر، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قال بعد هذه السنه هذا الدعاء: اللهم يا غني يا حميد، لا اله الا الله، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، اغنني بفضلك عن من سواك، وبحلالك عن حرامك. شوف 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 ليه،
أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب، يعني ربنا يغنيك ويرزقك من حيث لا تحتسب. عايز ايه افضل من كده؟ كلنا نتمنى ان يرزقنا الله بالمال الصالح، نعم المال الصالح مع العبد الصالح. وشوف مناقب، مناقب لا تحصى، المنقبة اللي بعد كده لا حول ولا قوة الا بالله، تبنى لك سبعة قصور عظيمة في الجنة. لا حول ولا قوة. أنا كنت قلت قبل ذلك على المناقب العظيمة للإكثار من سورة الإخلاص كل يوم، كل يوم. لا حول ولا قوة. الحديث الصحيح عن الإمام الألباني، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأ 30 مرة لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. بنى الله له 3 قصور. فسيدنا عمر قال إذا نستكثر رسول الله، فقال الله أكثر وأكثر وأكثر. ده على غير وضوء. هناك حديث اخر رواه ابن ماجه ورواه الامام السيوطي في الدور المنصور، لا حول ولا قوه الا بالله، من قرا قل هو الله احد، من قرا قل هو الله احد 100 مرة على طهاره، على طهاره كطهاره الصلاه بعد بعد ان يقرا الفاتحه بنى الله له 100 قصر في الجنه. يبقى لو تقراها على وضوء الثواب يختلف، طب يبنى لك بكل قصر جنه. ده في واحد، والامام ده والحديث ده ذكره ابن ابي حاتم، راح سأل كعب الأحبار. كعب الأحبار ده من كبار كبار علماء التابعين، اللي كان من علماء أهل الكتاب وأسلم وحسن إسلامه، ما فيش كتاب تفسير إلا ما تلاقي ليه فيه كلام كعب الأحبار رحمه الله. واحد راح سأله قال له، في واحد قال لي إن لو إن أنا لو قرأت سورة الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى يبني لي 10,000 غرفة في الجنة، هل الكلام ده صحيح؟ قال له أعجبت من ذلك؟ قال له نعم. قال له ويبني له 20,000 و30,000. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبني الواحد قصر، ويبني الواحد تاني 10 قصور، ويبني الواحد تاني 100 قصر. المهم انك انت لو على وضوء، يبقى انت لما هتقرا تعمل السنه دي، اتقرات سوره الاخلاص 7 مرات، يبقى باقل التقدير ان شاء الله يبنى لك 7 قصور او ربما اكثر بكثير. ف والمشكله وبس، ده انت هتاخد اجر قراءه القران 2 وثلث، لان كل 3 مرات بختمه. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يطيق ذلك؟ قال من قرا قل هو احد فقد قرا ثلث القران. حديث صحيح. وتاخذ براءه، تاخذ براءه من الشرك، يكتب لك براءه من تكون على التوحيد الصحيح، ويعافيك الله سبحانه وتعالى، يعافيك الله سبحانه وتعالى من مراسم الشرك الاصغر. شوف بقى، مناقب لا تحصى، مناقب لا تحصى، لا تحفظ، تحفظ ويحفظ، ويحفظ الله عليك مالك وولدك، وتعصم من الفتن، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتأخذ من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله اليوم الآخر، ويرزقك الله سبحانه وتعالى الهيبة والقبول في قلوب الرجال والنساء، وتكون حرز، وتكون لك حرزة من الشيطان، وتعظم، تعصم من الجمعة إلى الجمعة. ولو قلت هذا الدعاء، اللهم يا غني يا حميد يا مبدو يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك، أغناك الله سبحانه وتعالى كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورزقك من حيث لا تحتسب، ويبنى لك 7 قصور في الجنة بأقل التقدير، وتأخذ أجر قراءة القرآن 2 وثلث. إذا مناقب لا تحصى. ده غير ان العمل ده والسنه دي لا احد، يعني قليل جدا من الناس اللي يعلم، التي يعلم. فانت كده بتحيي سنه وبتعمل عمل صالح لا يعلمه اكثر الناس. ومن احيا سنه اماتها الناس احيا الله قلبه لما تموت القلوب. فانا هكتب لكم كل الاحاديث ديت في الوصف، في السند، في الوصف بتاع الفيديو. لا تنسخوا هذا الكلام وتنشروه، لان نشر هذا العلم في ثواب عظيم، تعليم الناس هذه السنن المهجوره وهذا الثواب العظيم في ثواب عظيم. ومن علم علما فانه اجر من عمل به يوم القيامه. لا أقول ذلك من المهم تشوش تفعيل الجرس والإشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنة الربيع. قول قول هذا، استغفر الله لي ولكم.